على ديربي القرن يلا بينا. وماتش الاهلي والزمالك، شايفه ازاي يعني؟ ماتش ماتش صعب، انت شايفه ازاي؟ هيبقى عامل ازاي؟ يعني هو برضو يعني في البدايه برضو انا مش عايزين برضو نقول اي حاجه يبقى فيها تعصب او حاجه، ولكن انتمائك اكيد هيبقى موجود وحبك طبعاً. وانتمائي وحبي موجود. يعني انا شايف ان ده لقاء تاريخي تقريبا اول مره تحصل، يمكن حصلت قبل كده، انا بتكلم على بطوله قاريه تقريبا السوبر بتاع كابتن ايمن منصور بس احنا بنتكلم على نهائي دوري الابطال، فدي اول مره تحصل ومش عارفين هتتكرر، ان شاء الله تتكرر تاني، فحدث تاريخي كبير جدا. يعني لو عايز تتكلم فنيا عليه ولا يعني في ماتش فني؟ بص يا كابتن بيدو، يعني برضو بدون تحيز وبدون تعصب، احنا عندنا معطيات دلوقتي. انت معاك البورد كانك لا اللي هي لا انا بتكلم، انا بقول لك فنيا لو عايز تتكلم بورد كانك في محاضره هكلمك هنجيب لك الكريم فوقيك وهنشتغل. تمام، انا هكلمك في كل حاجه، بس انا بتكلم ان النادي الاهلي ونادي الزمالك داخلين المباراه بايه؟ النادي الاهلي لاعب 14 مباراه مظبوط، نادي الزمالك لاعب 14 مباراه، عدد مرات فوز النادي الاهلي 10 فوز من 14. تمام. عدد مرات فوز الزمالك 8 فوز. الاهلي اتغلب ماتش واحد وتعادل 3، نادي الزمالك اتغلب 3 وتعادل 3. يعني في تفوق في عدد مرات الفوز للنادي الاهلي. احنا بنتكلم على بطوله دوري الابطال. النادي الاهلي احرز كم هدف يا كابتن ميدو؟ 34 هدف. يعني في تفوق هجومي. نادي الزمالك احرز 27 هدف. احنا بنتكلم دلوقتي، انا هسمعك وارد عليك. تمام، دي برضو دي مالهاش علاقه بحاله اللاعبين يوم المباراه، بس انا بتكلم ان احنا تحليل قبل المباراه بيبقى عندنا، يعني عندنا كل حاجه في الفنيات. نادي الزمالك دخل اهدافي 9 اهداف، لو في غلط صحح لي يعني برضو. لا انا الارقام مش معايا، يا ريت الشباب. 9 اهداف. النادي الاهلي 6 اهداف. يعني النادي الاهلي هجوميا احسن، عدد مرات الفوز احسن، عدد الناحيه الدفاعيه برضو احسن. انا بتكلم بس بعيدا عن الارقام موجوده، احنا عارفين ان الارقام مهمه في الكوره. تمام صح، تمام، لكن انا بكلمك كجوده المدرب. ما هي دي بدايه، بس بدايه الكلام. ماشي، احنا نتكلم طبعا. انا الارقام مهمه، انا معاك الارقام مهمه. في لخبطه كتيره جدا في موضوع الاصابات بكورونا، فانا يعني لو سالتيني مين اللي هيغيب ومين، انا مش عارف. في مسحه النهارده، في مسحه الاربعه دي ممكن قدرات تلاقي حالات جديده بالظبط، فحتى فنيا مش قادرين مش عارفين. سامع ان الشناوي لا لا بعد لا الشر عليه لا وناس لا لا لا. انا بقول لك لسه ده حالا يعني. اتاكدت قبل ما اخش انا، حازم الحديدي. طيب الحمد لله، يعني ربنا يشفي الجميع. وعايز اقول لحضرتك حتى حالات يعني حالات الكورونا دي الناس ربنا يشفيها، عملت يعني احنا بنقول نبذ التعصب، عملت الموضوع ده والله يا كابتن ميدو. يعني احنا يعني انا كاهلاوي زعلان جدا ان محمود الونش، يعني في بقى في تعاطف. يعني عايز اقول لك برضو احنا معدننا بيبان في الاوقات الصعبه. طبعا لو افتكرنا يعني مش حد، يعني اتمنى ان حد يضايق لا قدر الله عشان خاطر. لا قصدي يعني قصدي بقى الاهلاوي والزملكاوي، لا ربنا يشفيه يا رب. ويعني ميدو هيقول لي انا مثلا على وليد سليمان ربنا يشفيه. طبعًا انا عملت يعني في معدن كده فينا كويس الحمد لله، يعني عندنا الانسانيه. اصل ده ماتش كوره يا جوده، حتى يعني انا كنت بقول ايه، لا خساره ماتش ولا خساره بطوله هتقلل من الزمالك ولا الاهلي. ما هو هنزعل بس خلاص. في بعض الناس يعني مش عايزه تاخدها في سكه تانية صدقني، بعض يعني بعض وبعض قليل وبعض قليل جدا يعني. ما بدليل يعني بدليل ان كل الدوله مهتمه حتى بموضوع نبذ التعصب دي. يعني خايفين برضو الناس، في ناس متهوره وفي ناس لا ان شاء الله الامور هتبقى كويسه. وانا متوقع على فكره ان شاء الله ايا كانت النتيجه ايه، ان اللعيبه هتظهر بشكل محترم وهتسلم على بعض بعد الماتش، وان هم هيهنوا بعض. طول عمر اللعيبه كابتن ميدو ما فيش التعصب ده خالص، كنا بنخلص الماتش وماتش السوبر اللي فات يا جوده للاسف انا بقول لك بصراحه الماتش كان ماشي كويس جدا لغايه لحظه نزول كهربا الملعب. اول لما كهربا نزل الملعب الماتش اتكهرب، ماتش يعني الماتش وحصل من الناحيتين، انا بقول لك من ناحيتين، كهربا ابتدى يستفز اللعيبه بتاعه الزمالك، وطبعا كان في رياكشن من لعيبه من لعيبه الزمالك. تمام. تعرف انا اقول لك حاجه، نزول كهربا في ماتش السوبر اللي فات انا كنت محلل الماتش انا وحسام غالي، فعلى اتفرجت عليه زبزب رياضيه. اول لما كهربا نزل رتم الزمالك عالي، يعني انا بقول لك كان الماتش رايح ان الاهلي هيكسب. في حاجات معينه ممكن بتحصل حصلت، فايلر طبعا ما كانش يعرف الباك جراوند والاحداث دي. اول ما كهربا نزل الريتم بتاع لعيبه الزمالك عالي بشكل كبير. لكن تعالى نتكلم من ناحيه